مرحبا بكم مرة أخرى. تواصلوا متابعة موعدنا لليوم من تونسنا اليوم، الاستحقاق متاع الرئاسيات والتشريعيات، شكون قبل موضوع نكركروا فيه كإعلاميين عنا مدة طويلة طوى مدام الأحزاب السياسية ما حسمتش. من الملاحظات العامة نمشيوا للملاحظات الخاصة مع جوهر الكلمليك، تفضل خويا. شوف، المسألة الثانية المهمة بالنسبة لي هي البحث في المسألة ذي في علاقة بالدستور وبالنظام السياسي. الدستور التونسي ما تخدمش على فلسفة النظام الرئاسي، تخدم بالأحرى على فلسفة النظام البرلماني، مع إعطاء صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية مما هو معهود في الأنظمة البرلمانية التقليدية، يعني بعض الاختصاصات سوبليمنتير رئيس الجمهورية. الفصل المركزي في الدستور اللي حدد النظام السياسي هو الفصل 91 لما يقول يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة، هذا هو، يعني أنه مقاليد السلطة التنفيذية والسياسة العامة للدولة بيد رئيس الحكومة. يعني كما قال فوزي بكري، مركز الثقل السياسي غدوة بعد الانتخابات مش يكون القصبة وما هوش كارتاج. تسبيق الانتخابات الرئاسية على الانتخابات التشريعية بكل صراحة سيؤدي إلى قلب فلسفة النظام السياسي في تونس، بمعنى أنه مش يعطينا علاش الأحزاب، فما أحزاب تحب تسبق رئاسيات، لأن أحزاب تعتقد أن عندها سبق على مستوى الانتخابات الرئاسية وعندها شخصيات كاريزماتية قادرة أن تحقق اختراقات كبيرة على مستوى الانتخابات الرئاسية، وتريد أن تستثمر الاختراق في الانتخابات الرئاسية في الانتخابات التشريعية، وهذا مشروع بطبيعة الحال في اللعبة السياسية. لكن هذا شنو مش يعطينا؟ مش يعطينا أنه في أغلب الحالات، ولأن الشعب التونسي متناسق ماهوش شعب دخل بعضه، وبالتالي هذا مش يعطينا في أغلب الحالات أغلبية رئاسية متطابقة تماما مع الأغلبية البرلمانية، بمعنى أنه مش يكون رئيس الجمهورية في الحالة هذه، مش يكون رئيس الجمهورية هو رئيس أو زعيم الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية أو الذي حقق اختراق كبير في الانتخابات التشريعية. في هذه الصيغة، إذا وصلنا لهذه الصيغة، يتحول النظام السياسي آلياً إلى نظام رئاسي وأحياناً رئاسوي على النمط الفرنسي بالضبط. مهم برشا، مهم برشا جور، ونعطيك وقتك. لكن فقط اليوم شكون بلاه من الشخصيات السياسية اللي حولها توافق على المستوى الانتخابي بتاع الشعب التونسي؟ أي نعطيك حاجة، أنا مثلاً ناخذ مثال، لو لنفترض أن الباجي قايد السبسي مثلاً يتقدم للانتخابات الرئاسية ويفوز في الانتخابات الرئاسية، بعد شهرين تقع الانتخابات التشريعية، الاختراق الذي سيحدثه نداء تونس على مستوى الانتخابات التشريعية سيكون كبير جدا. يعني ما ينسب إليه الآن من نية للتصويت ستضاف إليه على الأقل 5 أو 6 نقاط إضافية. الديناميك متاع الانتخابات الرئاسية ستؤثر على الانتخابات التشريعية، هذا مش يعطي أريحية أكبر لهذا الحزب في الانتخابات التشريعية وبالتالي أغلبية أكبر. إذا كان رئيس الجمهورية شادد في نفس الوقت كارتاج وعنده رجاله وهو زعيمهم في البرلمان، هذا سيحول النظام السياسي إلى نظام رئاسي أو نظام رئاسي. نرجو إن كنا وهو نرجو أتاس لا معدل أكثر ما هو المعدل على الوقت في الحالة هذه. في حالة هذيك رئيس الحكومة شكون مش يكون؟ رئيس الحكومة مش يكون الشخص اللي يختاره رئيس الجمهورية، ما عادش رئيس الجمهورية مقيد بمن تحصل على أكبر عدد من المقاعد، لأنه حزبه هو اللي تحصل على أكبر عدد من المقاعد. ما تأثير بسيكولوجي يعني مش يولي رئيس الحكومة دمية بيد رئيس الجمهورية، يحط وقت يحب، ينحي وقت يحب، يمرر رئيس الجمهورية هو اللي يمرر القوانين في الـ في الـ في البرلمان وليس مجلس الوزراء، يعني تولي الحكومة بيد رئيس الجمهورية، وإذا جاءت الحكومة بيد رئيس الجمهورية مع الصلاحيات الإضافية اللي يتمتع بها رئيس الجمهورية بطبيعته سيتحول النظام تدريجيا مع الرمزين موجود على الشعب إلى نظام رئاسي مطابق تماما للنظام الفرنسي. يعني نقطة ما تحتكرش الكلمة ولكن كلامك مهم ودقيق. جوهر قانوني أول أصل تكمل على الفصل 76 و 79 يعطيك الصح، الفصل 76 والفصل 79 نرجع لك سلم مباشرة مع جوهر، يعطينا انطباع بأنه فما تناقض في الدستور بين الفصل 76 والفصل 89. واحد يقول أنه رئيس الجمهورية يؤدي اليمين قدام المجلس المنتخب، والآخر يقول أنه رئيس الجمهورية يعين رئيس أو مرشح الحزب اللي عنده أكبر عدد من المقاعد. هو راه تناقض ظاهري، ما هوش تناقض بين الفصلين. في حالة التزامن الفصل 89 غريب، يعني يقول في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. ماذا يعني هذا؟ المقصود
يقود الانتخابات بشكل عام وليس الانتخابات التشريعية بالتحديد. بمعنى أنه شنو يعطينا هذا؟ نظم الانتخابات التشريعية، يخرج برلمان، نظم الانتخابات الرئاسية، يخرج رئيس، يؤدي في الأسبوع هذاك بعد الانتخابات الرئاسية يؤدي اليمين أمام المجلس المنتخب، أمام مجلس نواب الشعب، ثم يعين رئيس الجمهورية بعدما يؤدي اليمين، يعين رئيس أو مرشح. أفهم السؤال بربي 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 بسرعة يرجع في الإجابة لأنه مثل مدام سلمى. الظرف فما إشكال تقني واضح، هل في ظرف أسبوع بالإمكان تنظيم انتخابات أخرى رئاسية بعد الانتخابات التشريعية وعلى ننتهي؟ هذا هو. أو كيفاش هو تزامن التحكي؟ أو سيكونسيال كيفاش هو تزامن التحكي؟ سهل ياسر، تصير الانتخابات التشريعية في دورة أولى على ننتهي الوحيدة على ننتهي يفرز لنا شي برلمان نظموا من بعدها الانتخابات الرئاسية بعد كم من وقت؟ بعد شهر شهرين عندك الفصل 200 عندك فصل 148 سي جوهر يلزمك بإجراء الانتخابات قبل موفى 2014 هل نخرق الدستور تصير الانتخابات في أكتوبر الانتخابات التشريعية في أكتوبر والانتخابات الرئاسية في ديسمبر هل في إمكاننا اليوم كملنا الانتخابات قبل هل في إمكاننا اليوم لا هذه مسألة نجم نتجاوزوها فقط نحب نقول لك أنه سيكونسيالية الهيئة المستقلة للانتخابات يعني اليوم عايشت الانتخابات التشريعية ثم انتخابات رئاسية في دورة أولى ثم دورة ثانية عندما تنتهي ويتم إعلان النتائج الانتخابات الرئاسية تقنيا هل بالإمكان شهرين معناه احنا اليوم مطالبين بإجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر من هنا لأكتوبر وما زالت الهيئة ما عملتش البلانينج وما زالت الأحزاب ما توافقتش هل فما امكان شنعملوا هذا الضيق نتاع الوقت لازم نتصرفوا في الوقت الضيق التزامن يطرح نفسه يلزمني نوزع جوهر بالعكس التزامن سيؤدي الى تاثير مباشر لنتائج الشخصيه على على التشريعيات انا وكان فما تاثير من المفروض ان يكون تاثير التشريعيات على الرئاسه الكلمه جوهر لانه النظام هذه قناه هذه قناتك وانا اعرفه هذه قناه بعد في الجوهر سياسيه قال انا مدام سلمى نحب نرجع لفكره نعرف شنو تحب تقول ولكن نحب نرجع لفكره سي جوهر يقول لك الاحزاب اللي ماشي مع الرئاسيات هو همها الوحيد وانه كانها معناها حاطه الربح من الاول على مستوى الاشخاص اللي باش تقدمهم ناخذوا الكام تاع التكتل سي مصطفى بن جعفر شنو تنجم ترد عليه في هذا أنا والله ما نتصورش اللي انتخابات تشريعية في تونس اليوم بالموزايك الفسيفساء السياسية اللي قاعدين نشوفوا فيها باش تخرج أغلبية برلمانية هي اللي باش تبعت رئيس 100% هذا ما نتصوروش لكن نقولوا بالحق اليوم الدستور ما يقولش أغلبية أكبر عدد من المقاعد أكبر عدد أي فوالا أكبر عدد من المقاعد لكن هذا أنا بالعكس يظهر لي الحكاية ما تقلقش حتى كانوا أكبر عدد من المقاعد لأنه النظام هو من الأول وقت تعمل ويظهر لي سي جوهر يعرف أكثر مني وأكثر من ياسر عبيد أنه نهارة اللي تعمل شبه برلماني لكن ما تعملش برلماني معدل تعمل رئاسي معدل يشبه أكثر النظام البرتغالي أكثر منه النظام الرئاسي الفرنسي ماهوش مشكل لكن أنا اليوم بالعكس أنا نفرح كان جي أغلبية برلمانية تتبع الرئيس الدولة ليلي شيء أحنا المرحلة الجاية في تونس ما هي أغلبية فرزها الصندوق ولا أغلبية البرلمانية في تونس ولا أكبر عدد من المقاعد في تونس المرة الجاية شنو الهدف؟ احنا مرحلة إصلاحات جذرية ما هو تعملت الانتخابات بطريقة شفافة وديمقراطية ولا لا ما أنا بالبرلمان بش يكون فيه أحزاب أخرى ولا لا ممثلة اللي عندهم حقوقهم وبش يبلغوا آرائهم في التشريع وفي مستوى التشريعات ولا لا شنو اللي يقلق اللي تبدأ عنا إن ستابيليتي توازن في البرلمان يخلينا النجم تكون مرحلة الإصلاحات الجذرية مرحلة ستابل فيها اتزان وتوازن في تونس علاش؟ احنا تو دان كوتي نقولوا القادة السياسيين جرة التجاذبات السياسية سياسية ونلوموا على الواحد ومن بعد ما نحبوش تكون عنا
عدد مريح من المقاعد يسمح لأغلبية مع تمثيليات أخرى إنها تقوم بإصلاحات جذرية. تي أي رئيس حاشته ولا أي أغلبية باش تقوم بإصلاحات جذرية حاشتها ما كانش باش نقعد وراه في العرك والمعروك. وهذا راهو باش يلزنا من شكون قال ما يصيروش تحالفات، شكون ما قالش ما تصيرش جبهات، شكون ما قالش ما يصيرش ائتلافات، ما هو باش تصير. دونك الأغلبية لرئيس أو لغيره ولا لشخصية سياسية أو لغيرها كلها ديسكوتابل وكلها تنجم تتقلب بعد الانتخابات. دونك أنا يظهر لي الأمور هذه سابقة لأجيالها. الحاجة أخرى قال سي جوهر بعد ما تنتهي الانتخابات ما موقف تكتل موقف تكتل سأعطيك حاجة أخرى في الفصل. لا لا احنا فاصلين في بحنا فاصلين رئاسية قبل بعد تشريعية وبيغ ديكا قلنا تصير تلازم مسار، لكن ما ننساوش سي جوهر يعرف أكثر فما إمكانية تلازم وإحنا اللي تمشي فيه الأغلبية نمشي معاه، ما عندناش تصلب في الموقف. لكن الطعون ما ننساوش بالنسبة للرئاسية تصير التقاضي على الدرجتين وذا ياخو بخيسك سي سمان. دونك هذا الشيء ما يزنيش ننساوه، راهو بالجانب اللوجستي حتى وقتها تحكي مع الهيئة العليا للانتخابات مدام سلمى سي سمان عندك 34 يوم مينيمم بين وقت يصير التقاضي على درجتين بالنسبة للطعون وعندك ال 15 يوم بين الرئاسيتين. بعد جوهر سي فوزي سي سمان سي فوزي جوهر بعد جوهر أجل التقاضي فيهم أجل التقاضي فيهم محدودة. سي سفيان نعطيك كلمه الله يخليك نعطيك كلمتك بعد لم الملاحظات هذه الكل ونأخذ من عندك الاجابه الدقيقه والشافيه فوزي. ولو انك ما جاوبتنيش مدام سلمى هل انه فما قناعه سامحني وانه الاحزاب اللي ماشيه للرئاسيات قبل التشريعيات عندها قناعه وانه المرشح نتاعها هو باش يفوز بالانتخابات ولا لا؟ لا ما فماش حتى قناعه، شكون ينجم غدوه اليوم كلش كان باش نقراو الغايب والله واضح هذا اللي كان قالوا وانا اللي نشوفوا فيه اليوم الامور مش معادله حبيت تعرف رايك. مالناش داخلين الانتخابات اذا مش داخلين باش تربحوا ولاش داخلين داخلين باش نربحوا لكن ما فماش قناعه اللي انت باش تربح 100% شكون ينجم يعرف اليوم حتى شوف صبر الاراش يطلع لك كل مره صبر لا انا سياسي حبيت نقول السياسيه عندها تاثير على هذه امور نفسيه. شوف انا حبيت نرجع باش نحكيوا على المقترح نتاع سي باجي والوقت يزر فينا خلينا نتو في برشا مشاكل قانونيه ودستوريه وانا حضرت في الحوار الوطني وشفت كيفاش قراءه الفصل 76 جاوا نخبه من الخبراء واعطاونا تاويل كونه هذا الدستور توضع للمرحلة مش المرحلة انتقالية بقى المرحلة عادية معناها التسلسل ما بين مجلس الشعب منتخب مش عادي معناها فما ديما فما تأويل فما الإرادة السياسية ولا ما فماش؟ هذه حاجة الأولى. حاجة الأولى فما الإرادة السياسية باش نتقدموا ونحطوا الاستقرار في البلاد هذه بصفة واضحة ولا مش خليوا الأمور ماشية هكاكا ونعرفوا اللي الوقت يدهم فينا ونعرفوا إذا باش نزيدوا نوخروا هكاكا التزامل باش يتفرض بروحه وبشوف رضو الأطراف اللي يحبوا عليه على خاطر مش يوصلك يحطك دون جينا باس اللي ما تنشمش بشي حد آخر. إذا مش تحترم الدستور وتعمل انتخابات قبل الموافقة 2014 يزمك وقت تنشي التزامنا وإحنا هذا فاقي إذا سمحني على المقاطعة إذا مشينا مثلا إلى ما بعد 16 جوان كما قال رئيس الوزير سي شفيق صرصار هل أنه يتفرض التزامن وقتها ما بين الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ أنا شوف ما يلزمش مع العلم أن الدستور يفترض أن الانتخابات تجري قبل موافقة 2014 ومش نتائجها النهائية راهو ما فماش التأويلات كلها ممكنة يظل الدستور نتاعنا هاو رجل قانون بحذانا ممتاز يقول لك فيه تو اي سون كونترير معناها فما تأويلات ممكنة فما الإرادة السياسية ولا باش تخرج البلاد نتاعنا من الأزمة اللي فيها ومن عدم الاستقرار وباش ندخل إلى مرحلة معناه ونحطوا الامور وما تخوفوش من الانتخابات. فما ناس ما تحبش الانتخابات واضح، فما ناس مش حابه الانتخابات وباش تهيج البلاد وباش تضر المسار الانتقالي هذا. انا نحب نقول حاجه اخرى كونه قبل ما نرجع على المقترح اللي نسبته انت سي الباجي قايد سبسي هو مش انا نسبته في وسائل الاعلام خرج هكا ودي مدعي مدعي لتناوله هذا ما هي تمثيليته ما هو وزنه ما له هو في الحوار الوطني راهو هذا مشكل راهو باللي اشهر. انا حبيت تقول كونه احنا من رؤيتنا احنا حتى من ناحيه شفنا مصلحه البلاد ونشوفوا المصلحه نجم نقولوا الحزبيه نتاع الاحزاب الديمقراطيه وقت اللي تقع التكتلات من الاول
في إطار انتخابات تشريعية. هذا باش يسهل التكتلات، نعملوا قائمات موحدة، نعملوا نعاودوا إعادة. وإحنا في المسار الديمقراطي الاجتماعي دعينا إلى كونه تتحول جبهة الإنقاذ إلى جبهة انتخابية. وقت تحط الناس على طاولة وتحطهم في قائمات موحدة وتدخل للتشريعية أولى، هذا باش يسهل برشا حتى الوفاق في القطب، معناها في القوى الديمقراطية على شخص ولا اثنين ولا ثلاثة، معناها باش يقلص حتى من عدد المرشحين للرئاسية. إذا مش ندخل للرئاسية أولى، تخلي برك الناس تخمم شوية والمشاهدين يشوفوا كيفاش باش تفهمني كونه فما 10 ولا 15 مرشح للرئاسية باش يمشيوا ويعملوا حملة انتخابية للرئاسية، ونعرفوا اللي كيف ما قالت الأخت سلمى توا ما فماش حزب باش يخرج فائز، معناه عنده القدرة باش يخرج هو كمعناه عنده 40-50% في المشهد السياسي الجاي في البرلمان الجاي. كونه من بعد دخلنا ومعركة كبيرة، وأنا نحب نتعدى الأولى التكتل السي بي آر الحديدة وأنا عارف شكون والمبادرة، ومن بعد نجيو بعد ستة جمعات ولنجم كل مسار ما عندناش مشكل. لكن احنا ديما الامتياز نتاعنا كونه خلينا المصالح نتاعنا خليناها جانبين وقدمنا المصالح البلاد. لكن حبيت تقول كيفاش بعد ستة أسابيع باش الجماعة ذوما اللي كانوا يتعاركوا على باش يتعاركوا باش ما نقولش كلمة أخرى على الـ على الـ على الرئاسية، مختلفين على برنامج سياسي ولا. كيفاش مختلفين على البرنامج السياسي؟ وليست برنامج سياسي متفقين على البرنامج واش يخرجوا من بعد برنامج سياسي على أساس سياسي. وهذاك علاش من لا توجد برنامج سياسي ظن كونه البرنامج الانتخابي هو تشريعي أول تيوريكا على الأقل من الناحية النظرية. مختلفين على مختلفين على برامج جلسة أوجه فقط بعد هذا التقرير سي سفيان نعطيك الكلمة، ولكن جلسة الحوار الوطني حول هذا الموضوع اليوم أجلت إلى يوم السبت بعد تقديم مقترح لرئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي. مش أنا قاعد ننسب، ولكن هذا ما مش نسمعه مع بعضنا في هذا التقرير. نشوف المضمون متاع هذا المقترح، تفضل. وسط انقسام متواصل بين الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني حول أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، تأجلت اليوم أيضاً جلسة الحوار الوطني إلى السبت المقبل، علّه يكون تاريخاً فاصلاً لتوافق الأحزاب السياسية حول إجراء انتخابات قادمة. لم نصل إلى توافق، تأجل إلى يوم السبت صباحاً إن شاء الله، فما تحرك في مواقف الأحزاب، مرة مع الرئاسية مرة مع التشريعية مرة أخرى مع التشريعية مرة أخرى مع الرئيسية وهكذا، بحيث فما هو موضوع محير لأنه حتى الخبراء مختلفين فيه. ثم توجه عام نحو تسبيق في منها الرئاسية، ومع الفصل مع تسبيق الرئاسية، الفصل ما بين الانتخابات بشكل معناها تام باش كل انتخابات تاخذ معناها أهميتها. بدأت وجهات النظر تقترب لبعضها، بدأنا نلتمس أنه ثم نية لإيجاد توافقات بين كل الأحزاب، فجل الأحزاب وأغلبتها طلبت مهلة ثم مقترحات جديدة. المقترح الشخصي الذي تقدم به رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسية حول إجراء الانتخابات بجولة أولى رئاسية وجولة ثانية رئاسية وتشريعية لقي الترحيب من بعض الأحزاب، كما لقي الرفض من بعض الأحزاب الأخرى. الباجي اقترح أنه يصير الانتخابات الرئاسية ثم في الدورة الثانية يتم الرئاسية الدورة الثانية للرئاسية والتشريعية، وهذا مقترح من أجل الخروج من عنق الزجاجة، لأنه ما عادش النجم هكا الناس تنتظر فينا. بلادنا مستحقة انتخابات، وإحنا معناه كما يقول سي الباجي هز الطوب رد الطوب، معناه ما نوصلوش الحل، يلزم نوصلوا الحل ويلزم نقدموا القدام. سمعنا هذا المقترح وقلنا سندرس هذا المقترح، ما عطيناش منه رأي نهائي لأنه نحبوا نتشاوروا فيه. مقترح شخصي حتى مولاه سحم فهمتي باعتباره وأنه ما هوش مقترح من أنت حزبه، ولكن ثم فيه هذا في حد ذاته تناقش فيه إشكال. علاش فيه إشكال؟ فيه إشكال لأنك إذا كان مش تعمل الدورة الأولى رئاسية والدورة الرئاسية الثانية إذا كان صارت مش تعملها مع التشريعية، الانتخابات التشريعية اللي هي عندها أهمية مش تفقد المعنى نتاعها. لا يزال الصراع متواصلا داخل جلسات الحوار الوطني حول تقديم الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، مع بدء العد التنازلي وقرب موعد الانتخابات كما ينص عليها الدستور الجديد. كلمة ليك سي سفيان، دونك جولتين مقترح سي الباجي، جولتين جولة رئاسية جولة ثانية في الرئاسية والتشريعية. يعني الحقيقة خليني نبدأ من الأول، يعني أنا أخجل يعني هنا لأناقش مقترح
من ليس تمثيلا له، من هو سي الباجي اليوم اللي يقدم مقترح واللي تأجل يعني أحزاب مناضلة كيف هكا مش تأجلوا على خاطر شنو؟ على خاطر مقترح من هو لا نعلم، صناعة يعني إعلامية بامتياز. هو هو طرف سياسي مشارك، من هو من هو طرف سياسي يعني هو مشارك على الحزب لماذا يعني شو شو يعني من هو سي محمد القوماني اللي يشارك في، ما هو مشارك في الحوار الوطني يعني حوار وطني وأحزاب واتحاد شغل ودنيا قائمة يعني له حوار هويات بدأ ماهوش حوار مضامين اليوم الجبهة الشعبية تقر بها هذايا تقول أني مع حوار خيارات وهذا كان طرحنا حركة وفاء ولهذا لم نشارك فيها الحوار هذا، هذا موضوع آخر. لكن اليوم أنه نتلموا حتى ناقشوا المقترح رجال كيفك المقترح يعني هذا ما عندوش مبررات يعني كي سألوه قالوا شنو قالوا ما هيك الذوق يجي هذا مبرر هذا هذه باز هذه بازنا نعتمدوها كسياسيين لتبرير تسبيق الرئاسية على تشريعية قال الذوق يجي هكا وهذا بكلكم شفتوه يعني انسان هات ناقش يعني المقترح هات ناقش المقترح هذا المقترح يعني لا يستقيم وكلنا اجمعنا على هذا اعطيني ارغومونتاسيون الارغومونتاسيون انه تنفي مجاعة هذا المقترح نفهمك وقتها نقول لك المقترح هذا كنا تقريبا اقرينا انه صار غير ممكن اجرائي وغير ممكن في اطار احترام الدستور نتاعنا هذا لانه باش تسبق رئاسيه على تشريعيه امام ماذا سيؤدي اليمين يعني رئيس الجمهوريه امام الفراغ أمام ماذا؟ يعني هذا مش موجود يعني تسبيق الرئاسية قال سي جوهر بكري أنه هذايا الأحزاب القائمة على شخصنا واني سبقت هذا من الأول أنه هذه تحب تسبق الأشخاص للتأثير على الانتخابات التشريعية واللي باش تزيد نقاط مما ينسب لهم هذايا تقريبا متفقين عليه موافق سي فوزي هذايا متفقين عليه أنك تسبق الرئاسية شوف أنك تسبق الرئاسية روش نرجعوا ليش للشخصنا راوش نشرعوا من الاول ما غير ما نشعروا للدكتره رانا بطبيعتنا باش ناثروا على التشريعي اللي باش تجي من بعد كيما قال سي راهو وقت اللي تنتخب الشخص حتى نفسيا معاه خليني نذكر نقطه ما جبدناهاش خاطر غيبنا الشعب فالنقطه هذه اليوم تلاحظوا فما عزوف سادتي راهو على الشان السياسي وكره للسياسيين ولحديثنا وطرهاتنا ولا الور شعبنا هو عازف ونزيدوا نعملوا له زوز دورات هو دوره يا بابا الله نعملوا له موبيليزاسيون باش يشارك وباش يكون بالحق يختار الحاكم نتاعو ونفاو هالحكايه ونراجعوا علاقه الحاكم بالمحكوم في تونس اللي كان امبوزي عليه لليوم راهو نعيشوا فيها بالامبوزيسيون نعيشوا راهو شعبنا عمره ما اختار الحاكم نتاعو خليه يختار الحاكم نتاعو نزيدوا نتعبوه بزوز دوراته باهي هدنا فهم المضمون هذايا بعد نرجع لك مدام سلمى وسي فوزي لكن نعطيك بزيد وقت شويه خلينا فهمنا فاش يتمثل المقترح هذايا هو الساعه يعني فما نقطه التقاء بين موقف حركه وفاء وموقف سي الباجي قائد السبسي وانه كليهما يريد ان تكون الانتخابات تحصل على يعني في دو سكروتان يعني عمليتين انتخابيتين يستحيل نحن مع التزامن تزامن مو عمليتين الدوره هم عمليتين بالضروره تشريعيه ورئاسيه في دورتها الاولى لا وصون باس با اما احنا مع التزامن الانتخابات اللي مفروضه بالقانون دوره ثانيه للرئاسيه هذا عمليه انتخابيه واحد هذا ما ليس مع الباجي قد السبسي هذا هذا واقع يفرض على الناس الكل ثم حتى حد يقول لك مش دورات جبتك شوف نلتقي المقترح اللي جاء فيه ايجابيه واحده الإيجابية هي أن بالفعل تمكننا من أن نعمل الإيكونومي نتاع دورة اقتراع باعتبار أنه في ثلاثة دورات مش يقعوا زوز دورات لكن هذا يراه ما يبرر حتى شيء ولا دورة واحدة كان ينقزها رئيس الجمهورية إذا كان ينقزها عاد سعيد برشا سعيد برشا إذا كان ينقزها معناها مش ماشيين في ديمقراطية كبيرة على كل حال المسألة تتعلق بأنه تنظيم الانتخابات تنظيم الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية بالتزامن في نفس اليوم مع التشريعية يعني نعمل الدورة الرئاسية الأولى قبل الانتخابات التشريعية ثم يوم الانتخابات التشريعية ننجزوا الانتخابات التشريعية متزامنة مع الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية هذا شنو مش يعطينا مش يعطينا تهميش للانتخابات التشريعية يعني الحملة الانتخابية كلها لأن الدورة الثانية الرسمي الانتخابات الرئاسية مش تقع في نفس اليوم مع التشريعيات يعني الناس كل مش تنسى التشريعيات مش تنسى البرامج السياسية ومش تنسى البرامج الحكومة ومش تنسى شكون يشاركوا في البلاد بالفعل باش كلها مركزة على الانتخابات التشريعية على الانتخابات الرئاسية في الدورة الثانية متاحة تخدم يعني مخ ذي بلغة بالضبط يعني هذا تحويل وجهة الأنظار تحويل وجهة الشعب التونسي يا ربي تحويل وجهة الأنظار من الأهم
إلى الأقل أهمية، لأن الانتخابات التشريعية بالنسبة للشعب التونسي هي الأهم، لأن فيها مش يخرج رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة هو اللي مش يحكم البلاد، راه مش رئيس الجمهورية. صحيح. المسألة مقتضى روح دستور ثانية والأخيرة الله غالب بقدر ما نفهم موقف الباجي قايد السبسي نتفهمه، لأن الباجي قايد السبسي مازال في منطقة الشخص الحاكم بأمره، مازال في عهد بورقيبة، مازال يتخيل نفسه رئيس جمهورية، وبالتالي بالنسبة لي الأهم في البلاد هو الانتخابات الرئاسية. هذا طبيعي في تكوينه السياسي وفي فيما تعود عليه، لكن اللي ما نفهموش بكل صراحة هو موقف حامل همامي يعني الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية باعتبار أنه اللي هو مع الرئاسية، اللي هو مع التسبيق الرئاسية، بالرغم من أنه تسبيق الرئاسية في الحالة هذه سيضر بالمصالح الانتخابية للجبهة الشعبية في الانتخابات التشريعية، يعني ما هوش حامل همامي في الانتخابات الرئاسية على اعتقادي حسب عمليات صبر الآراء، ما هوش مش يعمل اختراق في الانتخابات الرئاسية تمهد الطريق للجبهة الشعبية باش تتحصل على تكون وضعها أفضل في التشريعيات. بالعكس ربما إذا كان حمل همامي في الانتخابات الرئاسية وتكون سابقة يعمل سكور ما هوش في المستوى سيضر بمصالح ثابتة الآن للجبهة الشعبية على المستوى الانتخابات التشريعية. يعني نفهم موقف الجول فقط مش موقف حمل همامي. بسرعة 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 أنا نحب ربي خلينا نستغل الموقف. رأي عنا 20 من صغارنا من بحارتنا ديتنو اليوم في لامبيدوزا اليوم من نهار الخميس اللي فات، رأوا لا ماكلة لا شراب فهمنا اليوم، وحتى موبيليزاسيون اليوم بارك الله فيه وزير الشؤون الاجتماعية كنت في جلسة معاه نصف النهار توا فما سكادرة تونسية مشات راحت ب 18 من بحارتنا أقل شيء كلاو وشربوا، هم عندهم مجرم يبدأ هنا يوقفوا عليه إن شاء الله. مازالنا زوز بحارة غادي زوز بحارة من ولادنا من كبدنا توا مزوجين في إيطاليا ورسموا المرحلة الاجتماعية بربي خان مرة هذايا مش ديما نقضوا على خوفها بعد دقيقة المدام سلمى بسرعة نقضوا ديما بسرعة. حابين نقول لكم المقترح هذا يتقدم به اليوم سي باجي قايد السبسي قدمته مدام سميرة شواشي باسم المبادرة الوطنية حركة المبادرة الوطنية توا قيمة شهر وترفض في الحوار الوطني ولا رجوع عليه، على خاطر المقترح هذا ماهوش باش يقدم بينا بالكل وظاهر كونه اللعبة السياسية واضحة للناس الكل، كونه ربما بعض الأحزاب عندي تساؤل، انا عندي تساؤل حتى للمواطن التونسي المشاهد كونه هذا حزب عنده حظوظ كبيره باش يرشح المرشح نتاعو للدوره الثانيه ونرجعوا وقت للتزامن كونه في الدوره الثانيه نلموا نهزوا الملمه واللي فما كيف نقولوا الدرجه نهزوا الرئاسيه والتشريعيه. انا حاب نقول اخر كلمه كونه فما مشكل كبير هو المشكل نتاع لابستنسيون، المشكل تاع الابستنسيون هذا مشكل الامتناع على التصويت هذا مشكل كبير ياسر اللي باش يطرح علينا ويمس معناها من مصداقيه الطبقه السياسيه اللي قاعده تو تتناقش ومش قاعده تعطي في صوره معناها ايجابيه برشا من ناحيه روح المسؤوليه. حاب نقول كون وقت تعمل تشريعيه اولى الناس تمشي وتتنقل، الناس ديما باش تتنقل اكثر وهذا معروف في كل البلدان، كون وقت باش يصوتوا على رئيس جمهوريه وعلى شخص ديما باش يتنقل ويمشي خاطر يحب يصوت، هذا التشخيص في التشخيص كبير معناها بيرسوناليزاسيون دو فوت يمشي يصوت. وقت تعمل انت الشخص هذه وقت تمشي تعمل انت الانتخابات الرئاسيه ثانيه والدوره الثانيه والدوره الثالثه المواطن التونسي باش يحب فلان ولا فلان ويمشي له بكل بساطه ما فهم حتى وهذا راه تفضل. هو كنت حاسمة والله انا ما نتصورش برشا كنت تحسم رئاسية التشريعية العباد ما عاش تمشي برشا، اما احنا دانكوتي نحكيو على تو دابستانسيون التونسي العازف اليوم على الانتخابات، مي زادا من جانب اخر راهو التونسي باش تتخالبط عليه الامور وباش تلخبط عليه الامور بالنسبة للانتخابات، راهو ناس مثقفين اليوم تقولوا تشريعي ورئاسي ما يعرفش روحو شنو مش ينتخب، وهذايا راهو بالنسبة كان هذايا دونك رفض لمقترح سي الباجي قايد السبسي ربي يسامحوني. بالنسبة للاقتراح هذايا كيف قال هو اقتراح المبادرة حزب المبادرة وسمعنا به تو عندنا قداش من اسبوع، وهذوما من الاشياء اللي خليك راهو من الباب الجانب اللوجستي صعيب حتى على ليزي باش واضح مدام سلمى بعض ثواني ليك سوسوفيا بعض ثواني خليني نتوجه بخطابي لشعبنا راهو في كلمتين بغض النظر على اختلافاتنا اليوم نتصور هكا بالواضح بالبرهان بالحجه راهو اليوم هاو رفض هذوما ناس مناضلين راهو في الاخر اما اللي استعرف بعظمة لسانه وتصوير الانتخابات ما عندوش حق اليوم يقترح علينا اقتراح واضح سيدي عندي ما والله العاد عندي وقت سي فوزي الله يخليك علاش مش شاركت في الحوار الوطني لا خاطر الحوار الهويه لا احنا مشاركين في الحوار الوطني الاقتصادي نقول حاجه انا اليوم مشاركين في الحوار الوطني الاقتصادي كان عملنا الدوره الاولى للانتخابات الرئاسيه
ثم مشينا في دورة ثانية للانتخابات الرئاسية مع الانتخابات التشريعية. حاب نقول حاجة، أنه زوز مرشحين اللي مش يقعدوا للدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية أحزابهم مش يهزوا الدنيا كل. هذا هو واضح. هكا نوصل لنهاية برنامجنا، إن شاء الله الموضوع هذا نرجعوا له في حلقات قادمة. سامحوني مرة أخرى زملاء على التوقيت مع التذكين، وأنه راهو بدينا مأخر شوية، ما بدينا 8 غير 4. على كل عندكم موعد بعد شوية مع الأخبار.